أعزائي المتابعين، لا تنسوا اللايك والشير والاشتراك في القناة ورن الجرس ليصلكم كل جديد. والآن نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا بكم في قناة روائع وإبداع دهبوكة. ردا على أحد المتابعين في لما عملنا فيديو يا جماعة عن توصيل الريسيفر الميني بشاشة الكمبيوتر، زي ما احنا شايفين كده اهو، دي الوصلة اللي بنوصلها اهي، بتاخد من هنا اتش دي من الكمبيوتر، قصدي من الريسيفر، وبتحوله الى فيجا الى طرف او الفيشة بتاعت الايه بتاعت الشاشة اللي هي فيجا او الجاك. هنركب كده يا جماعة زي ما احنا شايفين اهو، بسم الله الرحمن الرحيم، وكده هو، ونجيب الفيشة او السوكت بتاع الشاشة، ده بتاع الشاشة اللي طالع على الشاشة بتاعت الكمبيوتر اللي احنا شايفينها كده فوق اهي، اهو نركبها بقى بالطريقة دي كده يا جماعة. بس ظهرت مشكلة بالنسبة له، قال لي طب والصوت؟ طبعا الصوت لو عندنا صب كبير ممكن نوصله، صب عادي، ما عندكش ده في صب صغير اهو يا جماعة، الصورة جات اهي، ما عندكش محلولة برضو حكاية الصوت ديت، هنجيب صب يو اس بي يا جماعة زي ما احنا شايفين كده اهو، ده صب يو اس بي، اتنين سماعة صغيرين اهو، ده يو اس بي بيشتغل على الكمبيوتر او معمول على الكمبيوتر اصلا، بس احنا هنوصله مع الريسيفر بالطريقة ديك اهو يا جماعة. ادي السماعتين، هنحطهم بقى في اي وضع احنا عايزينه، مثلا كده اهو، يعني في اي وضع انت بقى نظمها، المهم كده اهو، ادي واحده اهو يا جماعه اهي، وادي الثانيه اهي، وهنجيب يا جماعه احنا عندنا في السماعه بيجي وصلتين، وصله اللي هي دي اللي بيدخل من خلالها الصوت الى السماعه، الى السماعتين دولك او الصب دوت، فاحنا محتاجين صوت، هناخده منين يا جماعه؟ اهو كده، في هنا دي الاوديو والفيديو في الحاجة العادية في الايه؟ في العادي، في ال يعني في ال اما بيجي اهو، في فتحة هنا اهي اللي هي الجاك ده، في فتحة على هيئة خرم كده، ده اللي بنعمل منه اللي ايه؟ بندخل الصوت ليه؟ اهو يا جماعة بناخد صوت وصورة من الجاك دوت ليه اللي هي التلفزيونات العادية اللي هي ما فيهاش اتش دي اهو يا جماعة، صوت وصوت وايه وقصدي اتنين صوت وواحدة اللي هي الفيديو. طبعا المدخل ده فيه صوت وفي صوت وفي صورة وفي صوت، احنا هنجيب الجاك بتاع السماعات الجديدة ديك وهنحطها هنا اهو كده اهو في الفتحة دي كده يا جماعة، بس ما جاش الصوت، ما هو محتاج السماعات دي محتاجه كهرباء، كهرباء يا جماعه هنوصلها له من خلال وصله اليو اس بي ديك من الريسيفر الميني ذات نفسه. في الريسيفر الميني ذات نفسه يا جماعه اهو، في يو اس بي ورا اهو، في يو اس بي ورا عليه الفولت المناسب ليشغل السماعات الصغيره ديك، هنحط كده ونشوف يا جماعه اهو يا جماعة ده على صديقه وشريكه في خط الدفاع اهو، وفي مفتاح هنا ممكن يتحكم فيه في الصوت في خلف السماعة اهو يا جماعة كده يعني قطعية اهو كده اهو يا جماعة، ونعلي الصوت شوية اهو من الريسيفر، لكن ونش اصبح متكامل بشكل كبير جدا، طور من نفسه زي ما احنا شايفين اهو، يعني بقى عنده العالي كويس جدا، قناة كان عنده عملية القطع قراراته بقت سليمة، هو عبد الساق عدم الخبرات
خبراته بشكل كبير، بس هو اشتغل على السقا الله يمسيه بقى بالخير، لعيب كبير زي ما احنا شايفين يا جماعه الصوت وتحلل مشكله الصوت كل قرارات الحمد لله، وده شيء مهم جدا. سماعه صغيره يا جماعه، سماعه صغيره لا تقل، هتحل لنا المشكله ديت. ممكن اجيب يعني ممكن اشغل السماعه مع مثلا جهاز زي ده او جهاز ريسيفر عادي واستخدمه كراديو عندي. اشتغل على القران الكريم، احنا عارفين في مصر الناس بتحب سماع القران الكريم ليل ونهار، ممكن يسيبوه في الشقه ويشتغل في الشقه ويمشي، شغلوه مثلا في كافيه في قهوه من غير احتياجنا للشاشه. احطه جنبي على مكتب مثلا وانا في الشغل من غير الشاشه الكبيره، لا ده هو ريسيفر يا جماعه صغير وسماعتين زي ما احنا شايفين اهو كده. اهو يا جماعه ادي سماعه وادي سماعه، حطها زي ما انت عايز. ارجو ان اكون قلت حاجه مفيده ورديت على الاخ اللي سال السؤال ده، وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.